السلام عليكم ورحمة الله الإخوان، كيف جايين؟ بخير، أموركم عنيان؟ أتمنى تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله، تكونوا في أحسن الأحوال إن شاء الله. ومرحبا بكم من جديد، كنتلاقاو فيديو جديد اللي غادي نقولوا فيه إن شاء الله معلومة جديدة باش نحافظوا على الفراخ تاعنا والإنتاج تاعنا لسنة 2024 إن شاء الله اللي غادي نبداو فيها هذا العام هذا. وشكرا بزاف لأي واحد كيتفاعل مع المحتوى هذا، يعني وراكم محسوبين على رؤوس الأصابع التفاعل تاعكم، هو اللي كيزيد يخليني نحط الفيديوهات ونزيدو القدام إن شاء الله، وأي معلومة كانت راني كنحطها. ونبداو الفيديو تاعنا على بركة الله الإخوان. اليوم الإخوان الموضوع تاعنا راه جد مهم، وهو دائما اللي كنديروه قبل موسم التزاوج كل عام، وهو التطهير او التبييض او اللي كيتسمى باللغه الفرنسيه البلونشيمون. علاش كنديروا هذا البلونشيمون الاخوان؟ باش ما يموتوش لينا الفراخ لا داخل البيضه ولا خارج البيضه، يعني يتفقسوا ما يموتوش وما تكونش فيهم هذيك النقطه السوداء. النقطه السوداء هي العدو اللدود ديال اي مربي، وهي اللي تخليه يفقد الانتاج تاعو، يعني انتاج الموسم تقدر تفقده بسبب النقطة السوداء. لأنه إذا جبتي في الزوج ديال الكناري من برا، يعني ما كبرش عندك ولا كبر عندك وأول مرة غتنتج منه وما درتي ليش بلونش منه، تقدر تعرض لهذه القضية هذي وموت لك الفراخ. السبب اللي كيخلي هذه القضية تاع النقطة السوداء أنها تجي للفراخ، وهي أولا إخوان تكون أحد الأبوين حامل لأحد الأمراض، أو اللي يكونوا بجوجهم كيما فات وقع السنه الماضيه عليا. يعني راه شريت واحد الزوج، عفايت وحطيت واحد الفيديو، شريت واحد الزوج وتعرضت لهذيك القضيه تاع النقطه السوداء، عانيت معاهم بزاف في هذيك الوقت ديال الانتاج. لهذا الاخوان باش تفادوا هذا المشكل تبعوا الفيديو، غادي نعطيكم وصفه طبيعيه اللي كنخدم بها كل عام وكيجيب الله التيسير، يعني كيكونوا فراخ بصحه جيده. اما عن طريقه التطهير الاخوان غادي نهضروا عليها حاليا، وغادي نوريكم الطريقه كاملة اللي غادي تستعملوها، وغادي نستعملها حتى انا ان شاء الله ابتداء من الغد. يعني ابتداء من الغد غادي نبدا هذه الطريقة. هنا اجيو معايا الاخوان، كما كتشوفوا كاين خل التفاح، يعني غادي تشري اي نوع من خل التفاح البلدي، يعني ما غاديش نحكم عليك انا باي نوع ولا يعني طلع الانواع. داكشي علاش انا طرقت هذيك الساقة ديال هذه القرعة. هنا الاخوان فص من التوم، يعني فص واحد راه يكفي وقت الغرض بالنسبة لي انا. هنا الاخوان كاين عندنا قرعة فيها الماء، هاد القرعة اللي فيها الماء غادي نحاول نكمل ليها تقريبا نزيدها جوج اغتيان من هاد خل التفاح، ورمي فيها هاد الفص من التوم، نقيه ونقسمه باش يطلق المفعول تاعو ورميه فيها. كيف ما كتلاحظوا الاخوان الفص ديال التوم نقيته ورميته هنايا، زدت جوج اغتيا من خل التفاح، وغادي نخلي هذا المحلول هذا الاخوان حتى غدا ان شاء الله الصباح بما يطلق المفعول تاعو. غادي نجي نحيد المشربيات للطيور، نحيد المشربيات ونعطيهم واحد المقدار اللي هو صغير اللي يشربوا فيه نهار واحد، يعني نهار واحد كلهم جميع الطيور اللي غادي ندير لهم بلونشين مو، غادي ندير معاهم نفس العمليه. وهذه العمليه الاخوان راه كتكرر 3 ايام متتاليه، يعني 3 ايام متتاليه. من بعد نعاود نعطي الطيور تاعي يومين من الراحه، يعني ماء عاجي، هذا باش نكونوا فاهمين عليها، الماء يكون عاجي. ومن بعد عاوتاني نعاود 3 ايام اخرى، يعني 3 مرات 3 ايام حتى نلحق 9 ايام اللي انا كندير فيها بلونشيمون. يعني نعطيه 3 ايام ويومين راحه، 3 ايام ويومين راحه. والاخوان هذا المحلول اللي درت انا اليوم هي ديال غدا، غدا عاوتاني نعاود ندير بعد غدا، يعني نفس الطريقه مع تجديد المحلول. انا كندير مقدار اللي يكفيني باش ما يضيعش وما يقعدش يخسر، ويستافدوا منه كذلك الطيور. فاهمين الاخوان؟ 3 ايام وندير يومين راحه، كل 3 ايام ندير بيناتهم يومين راحه. هنا الموضوع راه بسيط، وبهذه الطريقه الاخوان راه كتكون درتي بلونشيمون اللي هو طبيعي 100% الطيور تاعك. ونزيدكم قضية أخرى، أنه ممكن تبلونشيمون مواد كيميائية اللي كيتباعو عند بيت مرارة، يعني ولا عند بائع مستلزم الطيور، ولكن أنا كنفضل أنني نستعمل هذه الطريقة الطبيعية ويكون الطيور تاعي بصحة جيدة. وهذا الشيء اللي كان الإخوان في هذا الفيديو، نتمنى نكون فدت ولا واحد منكم إن شاء الله. وما تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.